قرارات طالبان المثيرة للجدل قد تدفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى مغادرة البلاد. فالمنظمة الأممية أطلقت مراجعة لعملياتها في أفغانستان وطلبت من جميع الموظفين الأفغان عدم القدوم إلى العمل على الأقل حتى شهر مايو المقبل. والسبب وراء هذه الخطوة هو قرار طالبان منع الموظفات الأفغانيات من العمل مع المنظمة بعدما كنا قد منعنا من قبل للعمل مع جميع المنظمات غير الحكومية. هذا واتهمت البعثة الأممية بأفغانستان طالبان بإرغامها على التخلي عن الشعب الأفغاني وهو ما يتعارض مع مبادئ المنظمة. كما شددت المنظمة على أن سلطات طالبان تتحمل أي عواقب سلبية لتبعات قراراتها على الشعب الأفغاني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.